كالعادة خلاص حفظته ان انا دايما ببقى منبهرة باي شركة جديدة نازلة معايا. النهاردة بقى دي شركة مختلفة تماما عن اي حاجة اتكلمت عليها، هم كلهم حلوين بس الشركة دي النهاردة يعني عايزة يعني أو مش عارفة اقول ايه. اولا انا معايا النهاردة شركة مصنع الانوار، شركة لحمة وبهار. صراحة عملت تيست امبارح على المنتجات مش طبيعية مش طبيعية، لدرجة ان انا نفسي قلت للأونر انت افتح مطعم، مش طبيعي اللي بيحصل ده، مش طبيعي. عندهم عاملين بصراحة حاجات كتير قوي تسهل لست البيت الاكل بسرعة وفي نفس الوقت بطعم كويس وبجودة كويسة، واتفاجئت بالاسعار يعني انا نفسي اتصدمت. في برجر، في سجق، في لحمة بوفتيك، لحمة مكعبات، في حواوشي، كفته، كبده اسكندراني، يعني مدلعنا اخر دلع. كل المنتجات او الاصناف اللي لا تقريبا غنى عنها، مين فينا ما بيعملش حواوشي؟ بس تقريبا بنجيبه من بره وبيبقى مش مضمون وما بيبقاش حلو، ودايما نقول لا هو ما فيش احلى غير من بتاع الشارع. طب ليه؟ ما احنا ممكن نعمله بقى بنظافه لاولادنا. والسجق اللي انا نفسي لما بيقول لي يا شيف انا عايز رايك، عملت تيست عليه والله نفس السجق. بصوا اصل انا اقول لكم على حاجه، السجق دايما كل واحد بيعمله بتتبيله وبنكهه مختلفه لان بيتلعب فيه، او يعني كل واحد ليه طريقه. قلت له انت السجق اللي انت عامله نفس الطعم اللي انا بحبه في مكان معين بجيبه، ولما بيكون خلصان ما بشتريش من حته تانية، بستنى لما يجي تاني. ليه؟ خلاص دايما السجق لما بتتعود على مكان معين ما بتحبش تغيره، صح؟ اكيد كل الناس الاكله فاهمه انا بقول ايه. البرجر ما كشش، طعمه حلو، عجب الولاد. كبده الاسكندراني يا جماعه بصوا انا مش انا ببقى ساعات الشركات الحلوه دي ببقى نفسي اجيب عربيه كده واقعد اوزع في الشارع من كتر ببقى نفسي الناس كلها تتبسط وتجرب. طيب موجودين فين؟ احنا هندخل دلوقتي على ارقام التواصل، الحقوا بقى جيبوا كل حاجه البيت اللي احنا بنحتاجها. هتيجي الست البيت اللي بتشتغل ومشغوله وما بتبقاش عندها وقت تطبخ او تعمل اي حاجه، تطلع من الفريزر الحاجه متبله، خشي على الجريل على الطاسه في ثانيه خلصت الاكل. اكل بقى سندوتشات للنوادي، للتمارين، للمصايف، الحاجات دي كمان تدوس يعني تبقى حلوه قوي معاكي في مصيف، خديها معاكي كلها فروز مجمده، وبقى طلعي في 5 دقايق تكوني عملتي الغدا بدل ما ايه تتكلفي وتجيبي من بره. طب يا جماعه كل الناس اللي عندها كافيهات، مصانع، مطاعم، مشروع كيترينج، مطبخ اونلاين، بدل ما تروحي تجيبي من عندك جزار والحاجه تكون غاليه جدا جدا جدا، خصوصا اللحوم واحنا كلنا عارفين اسعارها، دول اصلا بيوردوا لكل المصانع والكافيهات والمطاعم والمشاريع وتجار الجمله، بياخدوا منهم كميات فظيعه. تعالوا بقى دلوقتي نجرب، انا اتكلمت كتير، تعالوا بقى اكلمكم كده على جمال. نبدا بايه؟ بالسجق. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل لكم السجق، هفتحه معاكم وهعمل لكم تاني وصفه. يعني بصوا هفتح على قد ما اقدر على قد وقتي، حط بس شويه زيت صغيرين جدا. ليه؟ السجق دايما بينزل شويه كده نسبه دهون، بس بصراحه بتاعهم مش كتير. طيب هنفتح فين السجق؟ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحاجات دي كلها عملت تيست عليها قبل الحلقه علشان ابقى عارفه انا بتكلم على ايه. وبصراحه بالنسبه لي انا خلاص السجق ده بقى يعني معتمد عندي في البيت ان شاء الله باذن الله. ببقى قصدي دايما افتح كل حاجه قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقص ده لو كملت بيه الوقت بتاع الحلقه هيخلص، فاحنا هنعمل حاجه حلوه قوي. مش حامي، انا عايزه بسرعه اجرب معاكم التجربه. جبنا جريل طاسه، حطينا الماده الدهنيه بتاعتنا مش كتير علشان ايه؟ اولا الريحه بقى نفسي تشموها، ريحه حلوه قوي. الارقام دلوقتي اتصلوا بيهم بعد الفقره على طول. الناس كلها اللي بتبقى في عندها كافيهات، مطاعم، مشروع، المقص ده مستفز قوي، اتصلوا بيهم خدوا الكميه اللي انتوا عايزينها
حقيقي. والناس كمان حتى اللي عندها مطبخ اونلاين زي ما انا كنت عامله، يا ريت الشركه دي كنت اعرفها لما كنت فاتحه المشروع بتاعي، لان كنت بجيب من عند الجزار كل حاجتي بلدي كانت بتكلفني. اي نعم كنت طبعا بحط النسبه بتاعتي تكلفه الحاجه، بس بصراحه اسعارهم انا اتصدمت، حلوه قوي، ريحه حلوه جدا. انا من الناس اللي بتحب تشوح السجق تاكله بس يعني كده، انتوا بقى عايزين حبه بصل حبه طماطم حبه فلفل اللي هو تعملوه كده يخني ماشي، بس انا بحب دايما السجق المشوي بس. ريحه حلوه قوي، طيب هما ليه مسمينها لحمه وبهار؟ لان هما اللحمه بتاعتهم ومبهرينها، جايه من فكره ان هما اللي مبهرين البرجر، هما اللي عاملين التتبيله بتاعت السجق اللي شم ريحتها مش طبيعيه، اقسم بالله حلوه قوي تجوع. عاملين كمان كفته الحاتي اللي دايما بنجيبها من بره وغاليه قوي، المشويات دلوقتي بقت برقم. انت ممكن في الويك اند زي ما احنا النهارده كده قاعدين، ستات البيوت تطلبوا اوردر حطوه في الفريزر بقى يكفيكوا بقى ايه اكل الاسبوع اكل الشهر على حسب بقى انت ماشيه ازاي. ناس كمان اللي بتبقى عايزاهم كلهم دلوقتي بتوع المطاعم والكافيهات والمشاريع الاونلاين والكيترينج، بدل ما تروحي تجيبي الحاجه من عند الجزار ومش متبله وغاليه جدا، اكسبي الضعف لو انت اتعاملتي مع لحمه وبهار بان انت تطلبي الاوردر اللي انت عايزاه. كل الناس الشباب اللي فاتحه السوبر ماركت عايزين يعملوا بيشتغلوا في الحاجات اللي هي بالجمله لحمه وبهار، هتلاقي انا متاكده ان هيبقى في سحب كبير جدا من المنتجات دي لو اي ست بيت جربته. اي حد تاجر بيتفرج عليا وست البيت اتعاملت معاك وجربت المنتج ده، انا متاكده ان انتوا هتجربوه مره واثنين وثلاثه وهيبقى في سحب عليه مش طبيعي. بصوا بقى ما خدش وقت معايا، في ثانيه شويه مكرونه جنبهم شويه بطاطس خلصت الاكله واكلنا اولادنا. بصوا اولا انا عايزه اجيب بقى منظر، خدوا بالكم ان انا ما حطيتش ايه غير نقطه زيت، انتوا خدتوا بالكم ان مفيش اي ايه، بصوا السجق الصح ما يكشش وما ينزلش دهون، بصوا المنظر. لاني عايزه اقول لكم ان دايما الناس بتخاف من السجق لانه بيتحشي وبنبقى مش عارفين احنا عاملين فيه ايه. تعالوا بقى اطلعوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بقيه المنتجات عايزين برضو نشوفها لحد ما انا اطلع ال ريحه حلوه قوي قوي قوي، انا نفسي جوعت والله في ثانيه. وخدوا بالكم ان انا عملت الحاجه قدامكم يا جماعه، صدقوني فايده التجربه حلوه قوي ان انا بعمل الحاجه قدامكم، لاني ما فيهاش اي ايه ان احنا نقول على الحاجه حلوه وما جربناهاش. ثانية واحدة، معقولة خلصنا؟ ده انا المفروض اعمل كبدة اسكندراني. ايه ده يا جماعة؟ ما هو حاجة من الاتنين، انا برغي كتير يا الفقرة ما بحسش. حط بقى شوية بقدونس كده، طيب انا المفروض ان انا كنت هعمل كبده اسكندراني بس الوقت خلص للاسف بتاع فقرتنا. ف بصوا الطبق يا جماعه ريحته حلوه قوي قوي قوي، ريحته فظيعه. تاني بقول بصوا، معلش هنجيب بقى شكل الجريل تاني ينفع ولا ايه؟ هحطه هنا اهو. بصوا مفيش نقطه زيت، لاحظوا ان دايما السجق بنجيبه من بره بيبقى غرقان دهون ونقعد نصفي كتير. بصوا هنجيب شكل الجريل اهو، مفيش نقطه اهو اهو اهو، مفيش. معروف ان السجق بينزل بشكل مش طبيعي اهو، عملناه ليكو في خم يعني حمرناه في ثانيه، شكله يشهي مشوي كده تحفه. الناس كمان اللي تعمل دايت ما تخافش تدوس مع تدوس فيه علشان ما نزلش دهون كتير، يعني كده احنا السجق بتاعنا تمام جدا.